اتخرج وهيتخرج السنين الجايه هو قادر فعلا ان هو يعمل اول مصنع عربيات مصري بمختلف انواع العربيات، مش نوع محدد، ممكن عربيات عاديه، عربيات طرق واعره، عربيات طاقه شمسيه، مختلف الانواع احنا ممكن نصنعها في مصر. وقادرين على المنافسه، وقادرين على المنافسه في سوق، في سوق عالمي. احنا بنتكلم على سوق المنافسه، سوق السوق بتاع المسابقات، احنا بنتكلم على سوق منافسه في انتاج عربيه كامله للمستهلك العادي باي طاقه. وعندنا برضه الامكانيه دي للاجهزه الكهربائيه والحاجات مصنعه مصريه الاولاد الاخير. الجيل اللي خارج من كليه هندسه عموما يقدر يعمل صناعه مصريه بمعنى صح. لغايه ما نوصل للميه السخنه اللي داخله لحضرتك من الحنفيه، الميه السخنه نفسها اعظم.